هي يو، اهلا بكم في فلوج جديد وفلوج مختلف. النهارده نروح اسكندريه لجدل في حب المزيكا، ومعايا ايقونه الحفلات اسمه. الو، يعني ايه خنزور؟ يعني تبقى رايح الحفله ومعكش تيكت. I don't give a if. فانا اعتبر رايح لوحدي، اول مره اروح اسكندريه بالقطر ورايح حفله لوحدي، بس انا ما بحسش ان لوحدي لان جمهور الحفلات اهلي وناس. يلا على القطر. فا الى هناك. لا لا، احنا لينا ارقام كراسي يا باشا، مفيش اي كرسي. معلش استنى اول مره. فين رقم الكرسي بتاعك؟ اه، حرام احنا معاشين. يعني ايه خنزور يا جماعه؟ يعني تبقى رايح اسكندريه ومعكش تيكت، رايح على الله. انت عارف دي مره كامله تقولها اصلا؟ ومعايا حواوشي مش عايز يطلع. نقصر بلدنا بلد سواح، فيها الاجانب تتفسح. اللي عايز التيشيرتات ده يبعت لي مسج. بص بص، مداني ايه؟ شكرا شكرا. انا مش عارف ايه البتاع دي، بس هو اداني. يعني ايه خنزور؟ يعني واحد بيسمع جدل وهو رايح جدل. للكل بيخاف من الموت. ايه يا اسطى؟ ايه ده؟ وات صار جديد؟ رجع مكانه. انا بصور الجزء ده عشان ايه؟ عشان نونا قال يقول اسم. نونا قال يقول اسم. نونا حبيب قلبي طبعا. قول له الحاضر غائب. لما تبقى دافع دم قلبك في التذكره وما بيوصلش، والله القطر ما بيوصل. هعمل ايه؟ ما اقدرش اخش من غيره. صرفت له في تيكت. مين ده؟ وهنروح دلوقتي نجيب. هنروح دلوقتي نجيبها من الواد. مين اللي تصرفت؟ انا. الحق يالا، تكاسي صفرة. بقول لك يا باشا، هو الترام فين؟ ترام. خلاص خلاص ماشي، هنركبه الترام. خلاص ماشي، بالسلامة. بصراحة انت في التاني، بس انا عايزك تخلع. هنركبوا المشروع يا اسطى وناكلوا فلافل. اطلع على الامه. هو الراجل قال لي اطلع على الامه. اطلع على الامه واركب من عليها الترام. واركب الترام من على الامه. يلا بينا. ما تركب يلا من غير غاغا. عامل لازم اهو. احنا راكبين مع مرتضى منصور يا جماعه. لا، عند السي دي بتاعكم كلكم. والله شبابه. اه بس خلاص. يلا يلا يلا. انا دلوقتي في طريقي لنور قلبي عشان اخد منها التيكتس اللي هي جابتها لي. بصور لحظه واحده. طب صور يا. طب ما انت خليكي مكاني دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا لسه انا قلت كلمه واحده. كريم انت اصلا بتضحكني يا ستي. خلاص انا هبعد خالص. كريم هكلمك بعدين. فيكتوري. عايز خمسه. هيا بنا. تيكتس اخر زفير ليه وللشلة. خد ده التيكت بتاعتي معاك. والتيكت بتاعته معايا. عرفنا بنفسك؟ حسن اشرف. حسن اشرف. اه، حسن اشرف يا جماعه، عمل حاجه كلنا كنا عايزينها. عملت ايه؟ ايفنت مربع عشان يجوا مصر. واللي حصل؟ اللي حصل ان في 3000 ونص واحد جم عملوا انترستد بجوين.
انا منهم. انت مفيش منهم. مفيش واحد مش عارف الايفنت ده. الايفنت كان اسمه المربع في مصر. المربع في مصر وما حصلش اي حاجه وهيتمنى ومش هيجي. لا ما هم في كلام ان هم جايين. امتى يعني؟ السند ان شاء الله. على مسؤوليتك. على مسؤوليتك استاذ ندى الخشب. حد يسال لي طلعت في البلوج ليه؟ عشان اسمها ندى. ايه يا جماعه ندى ده اسم جامد جدا. الرجاله دي صباح الفل. كنت معدي حبيب قلبي لا وحبيت امير علي. امير علي اياد مجدي. بس اياد مجدي شباب الفاك بوي بتوع ميوزك بارك رجعوا تاني. بيقطع التذكرة عشان يبقى شكلها عايش. تنظيم خرا. ولع 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 عليك. ولع 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 ولع. طب انت مدرك ان انت في جدل؟ اه طب عارف لوحة حافظ لهم اغاني؟ جدل دي لسه والله لسه اول مرة اشوفها. انا ما عنديش نت في البيت، عندي شاشة 50 بوصة. طب انت حافظ لهم اغاني ولا؟ لا والله لا ما عنديش نت. انت جاي تسمع يعني؟ اول مرة احضر لهم النهاردة. هشام عباس عارفه، حضرت له في رويال توليب. تمام. جنب دجاج كنتاكي رشدي حضرت له ومسكت له كرسي وقف عليه غنى. فينو حبيبي فينو. وانت اسم حضرتك ايه؟ غريب النارين قلبي جرالو. انت اسم حضرتك ايه؟ ثانيه بس معلش يا ابوظ بتاع. انت عندي على الفيسبوك وبتعمل فلوجات جامده جدا حبيب قلبي. حقيقه انت ليك فن شد الحبل. انا حبيب قلبي. يا لهوي يا لهوي قلبي قلبي يا اسطى. هو جو الحفله لذيذ بس المكان ضيق قوي والستيج تقريبا اوطى من الناس والمزيكا مش عاليه بصراحه. التنظيم مش عارف مش حاسه فهنشوف كده. مش عارف اعرف صور ولا لا بس قشطه يعني. Oh!
طيب احنا كنا كيف حالكم تمام؟ احنا مرات الدنيا بس كثير وتشوف يعني ببين علينا قديش احنا مبسوطين فيكم. شكرا. في اغنيه جديده اوكي؟ هاي الاغنيه راح نصورها هون تمام؟ في منكم يمكن سمعها بس احنا شوي عم نقصر بالفيديو كليبس. ان شاء الله تنبسطوا في هاي الاغنيه اسمها قميص الحلو. مين ما بيعرفها؟ ما بيعرفها يرفع ايده عشان احكي له كلمات تمام؟ الاغنيتين هم التالي استنوا شوي درويش ويا احلى عيون اوكي جواب صراحه اللي بده درويش يعمل هيك اللي بده احلى عيون يعمل هيك مش ناسين
وفي كوليكشن اندر جراوند روعه، هتلاقي اللينك في الديسكريبشن، ولو قلت لهم ان انت تبع سجاد شد الحبل هتاخد خصم حقيقي على التيشيرت زائد التوصيل هيبقى ببلاش. يلا كمل الفلوج. عمر احمد يا جماعه بيتفرج على فيديوهاتي، فقلت له لما نتقابل في الحفله لازم تطلع في الفلوج. فهاي جدا. اضحك يا ابن عمي. سي هاي تو ذا كام. الرجاله عرفوا لنا نفسكم. احمد عبد المولى. اجدع ناس من دمياط حبيبي. اند يو. ابراهيم مجدي. ميكروفون المربع جيتاليان. اي ماشي ما هو عيب عليك. طنطم مدونيا. انا بيك فان فشخ للفويس بتاعتك. وبكده يكون نهايه الفلوج خلصت. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت، وخشوا في الفيديوهات القديمه لو عجبتكم، اعملوا سبسكرايب عشان الفيديوهات الجديده. هب هب.